السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أرحب أولاً بالزميلين أستاذ سامح وزير خارجية مصر العربية والأستاذ أيمن وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد. اليوم كان لنا اجتماع القمة الثلاثي، وحضر الاجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الوفد العراقي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. انعقد مثل هذا الاجتماع ومع تواجد التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة دليل على أن القادة السياسيين وقادة الدول الثلاث في حالة تعاون مستمر وتضامن مستمر من أجل مواجهة التحديات والاستثمار الفرص أيضاً، سواء الفرص في المجال الاقتصادي والسياسي والعمل المشترك. القادة أكدوا على استمرارية العمل المشترك في مختلف المجالات، وتم أيضاً تقييم المرحلة السابقة منذ عقد اجتماع القمة الثاني والذي انعقد في عمان في الأردن. الوفود المشتركة خلال هذه الفترة اجتمعت سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي، وتم خلق آليات العمل والتفاعل في المجال الاقتصادي، وتم التطرق إلى مختلف المشاريع المشتركة أو العمل المشترك، المشاريع اللي تتعلق بالمدينة الصناعية، حيث أن عملية إنشاء المدينة الصناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صنع الأدوية والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى العمل في مجال الإعمار والسكن. هذه النقاط ونقاط أخرى تم مناقشتها في إطار الفرق الفنية والفرق المهنية. وفي هذا الاجتماع الثلاثي أيضاً تم التطرق إلى القضايا السياسية التي تهم المنطقة، العمل المشترك في المجال السياسي على مستوى المنطقة والعالم، القضية الفلسطينية وقضايا عديدة أخرى تهم المنطقة وتهم البلدان الثلاث. مرة أخرى أرحب بالزملاء هنا في بغداد بين أهلهم وذويهم، وأهلاً وسهلاً بهم. وأدعو الأخ أيمن للتحدث عن اجتماع القادة، وشكراً جزيلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالشكر لك معالي الأخ، وأقول بأن باسم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين نتقدم بجزيل الشكر إلى أشقائنا في العراق قيادةً وشعباً على حسن الاستقبال وعلى طيب الضيافة، وهذه القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الرئيس الكاظمي هي قمة تأتي لتبني على ما كانت دولنا الثلاث بدأته من مسيرة لتعزيز التعاون والتكامل
وللبناء على ما يجمعنا وهو كثير من أجل تحقيق الأفضل لشعوبنا ولدولنا. كما ذكر معالي الأخ، قمة اليوم دخلت في نقاش مستفيض حول القضايا العملانية التي يمكن أن تترجم تعاوناً ملموساً بيننا في قطاعات مختلفة، اقتصادية، استثمارية، صناعية، تجارية إلى غير ذلك، وهي بناء على 3 قمم سابقة أكدت مركزية هذه العلاقة الثلاثية التي تجمعنا والتزام الجميع بها لبنى من لبنات بناء التعاون العربي المشترك. ونحن اليوم مرة أخرى في بغداد الخير، رسالة من قادتنا أننا نقف معا في مواجهة التحديات المشتركة، ونحن ننطلق في هذا التعاون من الاقتناع الراسخ بأن مصالحنا مترابطة، بأن أمننا مشترك، بأن مستقبلنا يعتمد في ما سيكون له من إنجاز على تعاوننا جميعاً. نقف مع العراق الشقيق بكل إمكاناتنا، وهذه الرسالة التي أكدها جلالة الملك بقوله وبحضوره إلى بغداد اليوم، أننا نقف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات. العراق الشقيق حقق نصراً تاريخياً على العصابات الإرهابية، وهذا نصر لنا جميعاً. التضحيات التي قدمها العراق الشقيق كانت كبيرة، وعلينا تقع مسؤولية، وعلينا يقع واجب أن نقف إلى جانب أشقائنا في ترسيخ هذا النصر، لأن الإرهاب خطر ليس على العراق فقط، هو خطر علينا جميعاً. ونقف أيضاً إلى جانب العراق الشقيق في عملية إعادة البناء وعملية تثبيت الاستقرار. والرسالة أيضاً التي حملها جلالة الملك هي أنه يجب تحييد العراق عن كل تداعيات أي خلافات إقليمية، بحيث يستمر العراق في عملية البناء وعملية الإنجاز وتحقيق الأفضل لشعبه. العلاقة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية الشقيقة هي علاقة تنطلق من، كما قلت، تاريخ مشترك، تنطلق من مصالح مشتركة، وتنطلق من رؤى سياسية مشتركة. ونحن نعتقد بأن التعاون ما بين دولنا الثلاث سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأفضل، ليس فقط لنا ولكن لمنطقتنا برمتها. فنحن مستمرون في العمل معاً. القادة جلالة الملك، فخامة الرئيس السيسي، دولة الرئيس أكدوا على ضرورة أن يكون هنالك متابعة عملية وحثيثة لترجمة هذه الإرادة السياسية فعلاً ملموساً وتعاوناً مثمراً في عديد قطاعات يمكن لنا أن نتعاون فيها وأن نبني عليها. كما قال معالي الأخ، القمة تعاملت مع عديد مواضيع إقليمية، في مقدمها القضية الفلسطينية، القضية الأساس، جوهر الصراع ومفتاح الحل. ومواقفنا واحدة بأن السلام الشامل والدائم الذي نطلب لن يتحقق من دون نهاية الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران 1967. تحدثنا في موضوع سد النهضة، ونحن نقف بالمطلق مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية وأشقائنا في جمهورية السودان في موقفهم العقلاني المستند إلى القانون الدولي في ضرورة التوافق على موضوع السد وعدم ملئه من دون اتفاق يرتكز إلى القانون الدولي ويلبي الحقوق المشروعة كاملة لكل دول المعنية بالسد. فأمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي، وكلنا نقف معاً إلى جانب الأشقاء في مصر، وكان هنالك تأكيد واضح من القمة على هذا الموقف. تحدثنا أيضاً في القضية السورية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إنهاء الأزمة، والقادة أكدوا على أن في إنهاء الأزمة السورية مصلحة مشتركة لنا، وأن الحل يجب أن يكون سياسي، ويجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقرارها ويعيد لها دورها ويتيح
ويخلصها من الإرهاب ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين. تحدث القادة أيضا حول موضوع اليمن وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات المعتمدة. القمة عكست توافق القادة في رؤاهم إزاء قضايا المنطقة، عكست إرادة القادة المشتركة في تعزيز التعاون بيننا، وعكست إرادة القادة في ضرورة أن ننسق فيما بيننا ومع أشقائنا في المنطقة من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والإنجاز لشعوبنا كاملة. فمرة أخرى معالي الوزير باسم جلالة الملك كل الشكر والتقدير لأهلنا في العراق على حسن الاستقبال، والتأكيد باسم جلالة الملك لأهلنا في العراق مرة أخرى على أننا في الأردن كنا وسنبقى لكم السند، نعمل معكم ونقف بجانبكم في مواجهة كل التحديات، وشكرا لك. شكرا جزيلا معالي الوزير. معالي الوزير سامح الشكري تفضل. شكرا جزيلا. كلفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البداية أن أنقل بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ولكم معالي الأخ العزيز على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه القمة الثالثة للقمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية. وقد تم تطرق خلال فعاليات هذه القمة في استعراض كما تفضلتم لما تم إنجازه من اتفاقات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز القدرات الاقتصادية ومؤازرة والتضامن مع الأشقاء في العراق لمواجهة التحديات العديدة خلال هذه المرحلة الجوهرية، وذلك من منطلق وأرضية وحدة المصير التي تجمع بين ثلاثة شعوب، والرغبة في استمرار التضامن والتلاحم فيما بينهم حتى نقوم بمواجهة هذه التحديات بشكل مؤثر وبشكل يحمي أمننا القومي ويعزز من الأمن القومي العربي بصفة عامة. نحن لدينا كل العزيمة بالتعاون مع العراق ومع المملكة الأردنية الهاشمية على استمرار في تنفيذ المخرجات السابقة للقمم الثلاثية وفقاً للأولويات التي تم التوافق حولها، والإسهام في كل النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتؤدي إلى تحقيق طموحاتهم نحو التنمية والتقدم، وفي نفس الوقت تعالج القضايا الأمنية والقضايا الإقليمية التي أظهر هذا الاجتماع التوافق التام فيما بين القادة الثلاثة حول جميع هذه القضايا كما تفضل أخي معالي الوزير أيمن. نحن نتطلع إلى استضافة إن شاء الله في القاهرة القمة الرابعة، وسوف يتم خلال المرحلة فيما بين القمتين وبناء على تكليف وتوجيهات القادة بأن تقوم الآليات والوزارية واللجان الفنية بتكثيف عملها من أجل التنفيذ للمشروعات المتفق عليها، وسوف بالتأكيد نستمر على مستوى وزراء الخارجية في التواصل الوثيق والتنسيق في إطار مشاورتنا وفي إطار جامعة الدول العربية في تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها والتي نشترك في رؤية موحدة إزاء ضرورة التعامل معها. مرة أخرى بتوجه بالشكر للعراق على هذه الاستضافة الكريمة، وأتطلع في استمرار التواصل معكم ومع أخي معالي الوزير أيمن من أجل تحقيق كل الأهداف التي تم تحديدها بواسطة القادة والتي كلفنا باستمرار التنسيق حولها ورعاية الإطار التنفيذي من قبل الأجهزة والوزارات الفنية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.